أكثر الأسئلة ما هي في موضوع الدرس، أنا ما نجاوب إلا على أسئلة في موضوع الدرس أو قريب من الدرس، أما يسأل عن الحزبيات وعن ما قال فلان وقال هذا ما هو من شغلنا، إحنا ما جينا للأمور هذه. هل يجوز للمسافر أن يصلي في بيته وهو يسمع النداء؟ لا يا أخي ما يجوز يصلي في بيته، اللي يسمع النداء وبجنب المسجد يجب عليه يجيب يصلي في المسجد مع الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا عام للمسافر وغيره، من سمع النداء وقريب من المسجد يجب عليه الذهاب والصلاة مع المسلمين، لماذا يصلي في بيته مسافر أو غير مسافر؟ نعم.